حديث عن هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من دبلن الدكتور بسام نصر استشاري طب الأسرة والباطنية. دكتور بسام أهلا بك. ماذا يعني أن يبدأ هذا الفيروس بتغيير إحدى بروتيناته ويتحول لأسرع في الانتشار وأكثر تفشيا؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ شكرا على اللقاء. طبعا بكل بساطة هذا ما يقوم به الفيروسات. بكل بساطة الفيروسات تتمحور، بصير فيها طفرات وطفرات متداولة، وهذه الطفرات ممكن تؤدي إلى أن يصبح هذا الفيروس شديد، يعني ممكن يكون قوي في الانتشار وأكثر حدة في المرض. فبالتالي هذا اللي ركزت عليه هذه الدراسة. وبكل بساطة بروتين الإبرة، سبايك بمعنى إبرة، وهي التي تستطيع أن يعني تتخلخل أو تتغلغل بداخل الخلية عن طريق الالتصاق بالخلية الحية، هذا شيء يعني باعتقادي أنه طبيعي. طبعا حد كان بداية كانت الطفرة G614 واللي كانت منتشرة في ووهان وفي الغرب الشاطئ أو الساحل الأمريكي، تحولت إلى G614 لG614، وبالتالي أصبح أكثر حدة وأكثر يعني من حدة الإصابة، وبنفس الوقت كان أكثر تفشي. هل هذا معناه أنه راح لا نستطيع أن نكون أو نشكل تطعيم؟ هذه النظرة اللي أنا بعتقد أنه هي سوداوية وفيها نوع من عدم التفاؤل. خلينا نقول أنه هذا الفيروس مع الوقت هو راح يصبح أقل حدة، كما أصبح أو صار في كثير من الفيروسات السابقة. ولذلك عملية استباق الأحداث بأننا لا نستطيع أن نتوصل إلى لقاح ممكن، ولكن نأمل أن نتوصل. الفيروس إذا بده بالدهاء أن يتعايش مع البشر راح يقل أو يقلل مع الوقت من الأجريسيفنس أو قوة الحدة تبعته في إصابة الخلايا البشرية. طيب دكتور، ما معنى كلمة أن يكون فيروسا بشريا، أو بعبارة أخرى أن نتعايش مع هذا الفيروس الذي يتكيف باستمرار؟ وحتى الآن نسمع هذه العبارة كثيرا، التعايش مع كورونا. نعم، هو بكل بساطة بما أنه فيروس جديد، وكما سمته أو أسمته منظمة الصحة العالمية، فلذلك هو لما بدأ ينتشر على مستوى العالم أصبح بانداميك، بمعنى أنه وباء عالمي. لما يتحور ويصبح بالضبط أو جائحة، لما يتحور مع الوقت إلى فيروس متعايش مثل الإنفلونزا فرضا، فهو يصبح أندميك، أو حتى في بعض الدول الغربية المننجايتس أو التهاب السحايا في إيرلندا وبريطانيا، هو يصبح وباء موطني، بمعنى أنه قابل لأن يكون موسمي، يعاود الانتشار، يعاود الإصابة، وليس بنفس الحدية أو بنفس حدة الإصابة المبدئية. وبالتالي يصبح أندميك، فهو موجود بيننا، يصبح موسمي، يعاود الإصابة بين الحين والأخرى. ولكن أليف، هذا يتحول إلى فيروس أليف من ناحية النظافة والسوشيال، هو يصبح أليف لأنه يتحايل علينا ليصبح أو يتعايش بيننا. وهذه ببساطة ما ممكن أن يعني مع الوقت يصبح أليف زي ما تفضلت، وأنه نتقبله ويتقبلنا، ولكن بدون ما يأذينا ويقتلنا إن شاء الله. طيب هنا أفهم منك يا دكتور بسام أن التعويل على عامل الزمن وترويض هذا الفيروس القاتل هو الأمل الوحيد، أي أن مسألة العلاج ما زالت بعيدة، على اعتبار أن هذا الفيروس يتخلق يتشكل من جديد، وإن كنت لا تعدم الحيلة والأمل في التوصل إلى لقاح أو علاج. يعني نحن نعيش على أمل الخبرات العلمية على مستوى العالم أن تتوصل إلى لقاح ولقاح فعال، لأنه كما في تحور لأنسجته الخارجية أو الكفر ستاتو والإبر اللي هي إبرتين، الإبرة رقم، فنأمل أن نستطيع أن نتحايل عليه ونقضي عليه عن طريق المصل. ولكن في حالة أنه لا نستطيع أو ما توصل لهذا، ونأمل يعني على عكس ذلك، فلازم نتعايش معه. ومن هنا تأتي قصة مناعة القطيع، وهو راح ينتشر بيننا، ومناعتنا بإذن الله هي اللي ستحد من انتشاره وتستطيع، وبالتالي نستطيع أن نتغلب عليه ونعيش يعني، بس بدنا نأخذ احتياطاتنا بكل معنى. هل هنا تعود مرة أخرى دكتور بسام قصة مناعة القطيع إلى الواجهة التي تبنتها بريطانيا، من ثم تم رفضها، أي أن النموذج السويدي مثلا هو بالفعل النموذج الأصح في التعامل من بين كل النماذج الدولية؟
هي بلا شك مناعة القطيع كمسمى يعني بتعمل ردة فعل سلبية عند الكثيرين، لأنه للأسف على ضوء أنه بعض الأشخاص اللي بتكون مناعتهم قليلة أو محدودة نعم بسبب المرض المزمن أو كبر السن راح يكونوا أكثر عرضة لأنه يصابوا بالمرض بشكل حاد، وبالتالي ممكن أن يتحولوا إلى المستشفيات فالعناية المركزة، ومن هنا طبعا يعني ممكن يكون البروسبكت تاعتهم يعني أقل، في حين الغالبية العظمى من الناس راح يتعرضوا لهذا المرض وبتكون مناعتهم عندها القدرة أن تتعامل معه بشكل فعال وتتخلص منه وتكون المضادات المناعية. إلى أن يحصل ذلك فإحنا فعليا بدون مصل وبدون دواء فعال بعتقد هي مناعة القطيع اللي ما برضو الكثير من استخدامها في رأيي، لخوف ردة الفعل اللي الناس بتوقعوها انه في ناس هيتوفوا. للأسف يعني وباء الكوفيد زي اي او وباء اخر، زي الانفلونزا H1N1، زي وباء الانفلونزا الإسبانية في 1918، هناك ناس للأسف سيتعرضوا للوفيات او راح يكون وفيات نتيجة انه هذا المرض ممكن يكون من الخبث ان لا نستطيع مناعيا ان نتعامل معه، وهذه حقيقة واقعة مع أمراض عدة من ضمنها الكوفيد للأسف. الدكتور بسام نصر عبر خدمة سكايب من دبلن، استشاري الأسرة والباطنية، شكرا جزيلا لك.